يجي يقول الكتاب المقدس كده في رميه 8 انه ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني حررني من ناموس الخطيه والموت. كلمه ناموس عشان ابقى بسيط للمشاهد ده قانون. يعني في قوانين زي في قوانين الجاذبيه الارضيه هي اللي بت ب ب ب ب بتمشي علينا فلو رميت حاجه هتقع ففي قوانين للخطيه بتيجي وازاي الجاذبيه واذا انجذب شخص من شهوته والكلام ده اللي احنا عارفينه ففي قوانين بتجذبنا للخطيه الخطيه اللي ساكنه فينا وانا مش عارف كانه في حاجه بتجبني لتحت عايز انطلق مع في السماء مع الرب لكن الاقي حاجه تانية لغايه لما المؤمن زي ما حصل في حياه بولس الرسول يجي ويحصل له اعلان ويختبر اختبار عمل الروح القدس في حياته أنه قوانين قانون بقى الروح القدس يعتقه ويحرره من قانون الخطيه اللي بتجذبه دي ويتحرر منه ويتكسر وابتدى وبتد في الاصحاح الثامن بالايه الاولى اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح, في المسيح. يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح